تعليق على احكام القضاء. احنا طبعا بنتعود دائما كما تعلمنا ان احنا لا نعلق على احكام القضاء. قد يكون يعني الاحكام الصادره صادمه نوعا ما لعموم ويعني الشعب المصري، خاصه اللي هم حضروا الثوره، فهو يعني قد تكون الأحكام صادمة لكثير من يعني أبناء الشعب المصري. لكن طبعا إحنا بنطالب أن يكون في توثيق حقيقي وجمع للأدلة والمعلومات وللوقائع اللي حصلت في فترات كثيرة، ليس فقط أثناء الثورة المصرية، ولكن حوادث الاختطاف والقتل داخل السجون المصرية وفي الشوارع مصر ومدنها المختلفة، قتل المعارضين والمخالفين للنظام السابق ومن قتلوا ممكن أقول بالعشرات بل بالمئات. و يعني أنا متخيل أن هذا الحكم الصادر قد يكون لأن في عجز أو يعني عدم تقصي كافي للحقائق والوقائع، وإلا فإن القاصي والداني يعلم أن الفترة السابقة والعصر البائد يعني ساهم الاغتيال ليس فقط المعنوي ولكن الحقيقي للكثير من الشعب المصري. يعني طبعا كون أن القاتل يخرج لسانه للمقتول، يعني طبعا هذا شيء انه مثلا يعني يخرج لسانه ويسخر منه، فطبعا إهانة شديدة جدا طب يعني في كان للشعب يقول المصري. احنا كمصريين اولا و يعني بشر نبحث عن الحقيقة ونعظم الحقيقة، لابد ان احنا نسعى ان هي لا نريد ان احنا يكون في ظلم ويكون في تحميل الأبرياء يعني بالمسؤولية التي لم يرتكبوها، لكن احنا انما نريد الحقائق والحقائق فقط. وان كل من أخطأ في حق الشعب المصري وارتكب فسادا سياسيا و يعني اقتصاديا وجنائيا في حق الشعب المصري، أن ينال حقه في الدنيا قبل الآخرة.